إخواني، قبل أن أختم أحب أن أنقل لكم قصة جديرة بأن تنقل. هناك شخص اسمه أمجد، بالأسماء سأتحدث، أمجد عبد سالم، خطب امرأة، وهذه الخطبة يذهب إلى أهلها وتقريبا أكثر من 5 سنوات، أقل من 5 سنوات بقليل، هي الوحيدة لأهلها، فأهلها يظنون بها عزيزة عندهم، فحاولوا أن يشرطوا شروطا هو لم يمل من القضية، الرجل من أهل الناصرية، وخطب المرأة، بالنتيجة الأهل وافقوا بعد هذه الفترة الطويلة. البنت أيضا أذكر اسمها زهراء صفاء عبد اللطيف، وهي من أهل الديوانية. خلال هذه الفترة ذهب إلى جبهات القتال، أثناء الخطبة ذهب إلى جبهات القتال. اليوم 5 آب، في يوم 31/7 أصيب في منطقة الخالدية، والإصابة كانت بليغة وبترت كلتا رجليه. الآن الرجل يسمعني، هو في المستشفى، في الواقع الآن في المستشفى، ورجل موضوعي، فبعد هذه الإصابة أفاق، طلب من أهله أن يعتذروا لهذه المرأة باعتبار وضع خاص. عفوا، عندما وصل الخبر إلى أهل البنت وسمعوا بإصابته، حقيقة النتيجة كانت على عكس ما ظن هو. الأهل أصروا، طبعا هو الحديث حقيقة يحتاج إلى مشاعر، نحن دائما في بعض الحالات الكلمات تعجز عن وصف حقيقة بعض ما عندنا من طاقات، بعض ما عندنا من نفوس، بعض ما عندنا من قلوب ومن سخاء في النفس. حقيقة هذا الوطن فيه رجال وفيه نساء وفيه عوائل، وضروري على القائمين أن يلتفتوا، أن يهتموا. النتيجة أهل قالوا نعقد القران في المستشفى، وجاءوا فعلا قبل يومين وانعقد القران في المستشفى. 5 سنوات، لكن لأنه تعامل مع البلد تنازل الجميع عن كل شيء. المهم، هذه هي الرجولة وهذه هي المواقف الإنسانية الحق. أنا من خلال هذا المكان أدعو واقعا جميع المتصدين إلى أن يوثقوا ويلتفتوا إليه، ونحن نملك جزء مهم، الدعاء له ولهذه العائلة الكريمة التي قبلت وتشرفت بأن هذا الرجل الذي أوصى أن تكون قدماه قال فداء للعراق، هذه وصيته. حقيقة لا نملك إلا أن ندعو له وللعائلة أن الله تعالى يمن عليه بالعافية والشفاء، وأن يجعلها أسرة كريمة منتجة للذرية الصالحة للدفاع عن البلد وعن كل المقدسات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.